الله. تعال نروح بقى الحته كده، في ناس بتحبها وناس ما بتحبهاش. ليك في السوشيال ميديا ولا ساعات وساعات؟ ساعات وساعات. يعني ليك في الانستجرام والفيسبوك والحاجات دي ولا ما بتدخلش عليهم؟ بدخل عليهم بس زي ما قلت لك، يعني حسب يمكن اوقات يمرق مثلا يومين ثلاثه والله اكتر ما اشوفش اي حاجه. اوقات كنت قاعد مثلا اكتر حاجه ممكن اكتر وقت يمكن ادخل فيه على السوشيال ميديا هو اخر الليل مثلا، كون قبل بدي انام قاعد بالسرير كده بخش اشوف في ايه وبيحصل ايه. بس دايما انا بقول شغلي انه السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين. طبعا كثير اوقات في ناس عم تستعملها عم تحرق حالها فيها، صح، وبعض الاحيان عم تكون هي للافاده، يعني صار ضروره بالحياه. طبعا السوشيال ميديا عم بحكي للناس اللي هن بيشتغلوا بالمجال تبعنا اللي هو وسط الفني والاعلام وانت ماسكها بنفسك ولا عندك حد؟ لا انا عندي ناس، يعني عندك ناس مسلمين بالمكتب، لكن انت برضه ولكن بتدخل أنا بدخل اشوف بتشوف كل حاجة. يعني انت طبعا ملكه الفيديوهات، تقعد تعملي بقى سيلفي فيديوهات وبتاع على السوشيال ميديا، صح؟ صح. خاصه لا يعني قبل خاصه ايه اهو، تعالي نبص على طول. انا افضحك على طول اهو. صح، انا مش هقول لك حاجه، ما صح تعرفي ايه انا وانت لا نغيره، هتيجي واحد باللي هما بتوع في التلفزيون دول بتوع جيل المستقبل، عيل كده منظر شباب الجيل ترارارا. انا عايزه واحد من دول، حد من دول يقول لي يا خالتي. انا بيقول لي حد خدوا منين؟ طبعا عدويتي. طيب. انا مش مصدق ان دي يعني مش قادر اتوقع، يعني مش عارف اقتنع. انا قبل ما بلش، قبل ما افوت بمجال التمثيل، يعني قبل مسلسل 2020، من ورا هالفيديوهات كلموني عشان اشارك اكيد. فمن بعد ما صورت هول الفيديوهات حكيوني لشارك بالمسلسل. انا كنت فبس صرت مثل، صار انت بتعرف يعني قديش بتاخذ وقت تمثيل. يعني انا هلا مسلسلي 60 حلقه، صار لنا 10 اشهر منصور، عم خفف، ما عم لحق كثير صور بقى هيك فيديوهات، بس انه بحاول هيك من وقت لوقت انه اكون عم بصور اشياء. طب عايز اسالك سؤال، انت ايه مين اكتر المطربين بتحبي تسمعيهم في الستات؟ يعني هلا في، خلينا بس نتكلم في المصريين، الستات المصريين. مثلا بحب الفنانه الكبيره شيرين عبد الوهاب اللي بحب موت باحساسها، والفنانه الكبيره كمان انغام طبعا. مين كمان بسمع؟ يعني بسمع يعني انت اخترتي اثنين بصراحه، شيرين عبد الوهاب وانغام طبعا، يعني من كل الناس بتحبهم، من احلى الاصوات اللي طبعا مرقت بزماننا يعني. طب بتحبي تسمعي حاجه لمين؟ شيرين طبعا، انغام من اكيد بعرفها من اول بداياتها، وانا كان لي يعني اول بداياتي بمصر كان قائد الفرقه اللي انا فرقتي كان الاستاذ محمد علي سليمان. وضلينا فترة طويلة مع بعض، وأثناء تعرفت على أنغام، وليه كمان شيرين هي كمان صديقة، ومريتا تعرفت عليها أكثر من خلال The Voice، لأنه وقت اللي كنا مع بعضنا يعني كانت شيرين زورنا بالبيت، فكمان شيرين صديقة وأخت وغالية وإلها محبة كتير كبيرة بالعائلة. تحية كبيرة اليوم طبعاً، هم الاثنين نجوم كبار يعني. أنا عايزك بس سمعينا حاجة يعني من شيرين او انغام اللي يجي على بالك دلوقتي. اوكي بغني غنيه، في غنيه كثير بحبها لانغام، يلا يا ريتك فهمني، يلا بحبها كثير. عينيك الف رحله وفيها خدت على السفر، يا ليل
شكرا. دي مفاجأة لي، أنا أول مرة بسمعها عم بغني الغنوة دي. أو بالمصري أو الغنوة دي. طبعا. يعني عايز أقول لك يعني ربنا يخليكم لبعض. الله يخليك. ورب تشوفها أحسن حاجة في الدنيا. يا رب. أنت نورتني، نورتيني النهاردة، وبصنا شفتك. يا رب. وبصنا شفتك تاني. وبجد ما تغيبش عننا، أنت عارف إحنا بنحبك، ويا ريت كل فترة كده تيجي تسهر معانا، أنت عارف دي بلدك التانية طبعا. مصر يعني. وأهل مصر دايما بقلبي، لأنه شعب مصر مفضل علي، وهيدي الأرض مثل ما أول ما ابتدينا بالحلقة حكينا إنه أرض المصرية أرض طاهرة وأرض إلها فضل على كل الأمة العربية. يا حبيبي. والله يديم الأمن والأمان على هالبلد يا رب. يا حبيبي نورتونا. الله العظيم ويعني انبسطنا جدا حبيبي معاكم. أنا 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 سعيد جدا إنه اليوم التقيت معك بهاللقاء، اللي هو أنا بعرف قد إيه الناس تنطرك على برنامج سهرانين، وبعرف لما عم بحكي من خلال برنامجك عم يوصل صوتي لكل الناس بمصر. يا حبيبي انت الناس تتفرج عليك في اي حاجه. ربنا يكرمك. الله يكرمك حبيبي. مريكا نورتينا. انا كثير انبسطت اني تعرفت عليك، وانبسطت انه استضفتوني معكم اليوم. ربنا يخليك نورتينا. كانت حلقه حلوه، انبسطت. انت كنت الوردي بتاعنا النهارده بتاع السهره. طبعا. ومستنيكي بقى المره اللي جايه تمثلي معايا، ايه رايك بقى؟ اي يا ريت. يلا يا ريت. يلا خلاص ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي نورتونا. تسلم. بس عايز اسمع بقى يعني نقفل السهره الحلوه دي باغنيه انتوا الاثنين، ايه رايك بقى نسمع قمر؟ اوكي نسمع قمر. وهي مع العلم الاغنيه ما ناديه، ولكن بنقول انا ومريت اغنيه قمر. بس اسمح لي، هي قمر من الاغاني الجديده اللي نزلت ضمن البوم كل الفصول اللي هو صدر هيدي السنه، اللي بتضمن 12 اغنيه. في كان اغنيتين باللهجه المصريه، في قمر وفي اغنيه ثانيه. بس اسمح لي بما انه يعني كمان غنيت باول السهره أغنية كبيرة يا مصر، بدي رحب بالشاعر غانم جاد شعلان اللي موجود معنا. طبعا. اللي هو كتب قمر وكبيرة يا مصر وعظيمة يا مصر العظيمة يا غالية ونسايم حرية وست الستات يا مصرية، كل الأغاني دي الراجل الطيب يا حبيبي. تسلم. تسلم إيديك. تسلم إيديك حبيبي. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا فندم.